الفقرة يلي بيحبوها كل الصبايا هي فقرة الأظافر، كونه ما في صبية ما بتحب يكونوا أظافرها مرتبين ومبرودين بشكل أنيق إن كان مع لون أو من غير لون. لهيك رح نحكي شوية نصائح لتحافظي على أظافرك ويبقوا بمظهر صحي ومرتب، وخلونا نحضر هالتقرير ونرجع لنكفي فقراتنا. بالنسبة للألوان رح تكون معنا بالعشرين 24 هي ألوان الأسود اللامع، البيبي بلو، النيود، طبعا الألوان اللي ما بتبطل اللي مثل هي الأحمر، الأومبري والفرنش. بالنسبة لطول الضفر فغالب الصبايا عم بيفضلوا الطول الطبيعي اللي هو الناتوريال عم بيكون أكتر. الطول المبالغ فيه شوي الصبايا بعدهم عنه عم بيفضلوا الشيء الرايق والهادي هالوقت. بالنسبة لطريقة البردية عم تكون أوفال، منا شي الشيب القاسي كتير، لأ عم نروح العالم على الأوفال الهادي والبسيط أكتر للناتوريال. بالنسبة للصبايا اللي بدنا نعطيهم نصائح مشان يعتنوا بأظافرهم هو انه نبعد عن المواد الكيماوية، نبعد عن ننظفهم بشكل مستمر. اذا صبية بتحط اكلادور فيفضل تغييره كل اسبوع، واذا كانت تحط جيل بولش فما تضل بعد 25 يوم لانه بيصير في تقل على الضفر نظرا انه بيطول فيفضل انه تغيره. ومثل ما حكينا كمان انه اللحميات كل 15 يوم بيحافظ على الشكل وعلى النظافة، وهيك فيها تحافظ على أظافرها وما بيخربوا أبدا.